خير. فضيلة بالنسبة لسعيد الكميلي الذي ذكرت، لعلك أنت ذكرته في النصف الذي أنا لم أسمعه. يعني حب بدأ لو أكملت فضيلة الشيخ. طيب ما في مشكلة. حفظك الله والله. سأكمله بإذن الله. حفظك الله. هذا الرجل هو نفسه فيما أعلم أنه لا يدعي السلفية أصلاً. وله كلام في بعض الصفات يعني يرجح جانب التفويض فيها. فالرجل يعني يتضح من كلامه أنه أشعري وليس سلفيا. عجيب. فلا غضاضة عليك فيما ذكرت فيه، الأمر سهل إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أي نعم. إذن عقيدته أشعرية. نعم على الظاهر. أي نعم. أنا أعلم أن شيخه يعني أشعري محترق. أي خلاص. أي نعم. وجلساؤه. نعم. من الذين يجالسونه؟ صح. نعم الشاعر صح. خلاص أين. الشيخ سعيد بن محمد الكمني، ممكن تحدثنا فيما يخص هذه الزيارة لأول مرة في بقاعة تواس، في بقاع أضرار، في هذه البقاع التي ربما من خلال كنا نعرف الشيخ سعيد بن محمد الكمني من خلال ربما التلفزيون، من خلال هذا البحث العلمي، كلمة بعد المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنطقة تواس هذه كنا نسمع عن معاهد العلم فيها وعن مدارسها ومحاضرها، والحمد لله رأينا ما يسرنا من شيوخها وكثرة الطلبة فيها واهتمامهم بكتاب ربنا سبحانه وبالعلوم وبالمتون، ويعني هذه سبيل أسلافهم ولا ينبغي أن يحيدوا عنها، وليسوا بفاعلين إن شاء الله لن يحيدوا.